صلوبين على النبي يا جماعة. عليه الصلاة والسلام. زيدوا النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. يحكى أن كان في إيه؟ يا عم شهريار. معلش أصل حبيتهم أوي. حبيت إيه؟ طبعًا أنتوا هتموتوا وتعرفوا إحنا مين. لا يا ابن عيب، الضيف ما بيتسألش غير بعد 3 أيام من ضيافته في البيت. 3 أيام؟ مش هتوصل للدرجة دي إن شاء الله. المهم إحنا الحرامية اللي كنا بنسرق البنك اللي جنب العمارة بتاعتكم. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك حرامية يا ذكري، ايه هتعمل ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، تبرعوا لبناء مستشفى وجامع في الشارع المعز. لا اله الا الله. ثواني استفسار بس، هي يا ذكري دي بتندهك ولا بتعايرك؟ عشان يبقى في الصورة معاكم بس. انا مش هعمل عقل بعقل المقطم اكيد.